كابتن ياسر كان معايا امبارح وكان متفائل شويه وكان حاسس ان انا المتشائمه، فانا هبتدي معاك يا كابتن عصام دلوقتي. ايه رايك؟ شفت اللي حصل ازاي امبارح؟ يعني شفت ان الفتره اللي فاتت كان في انتقادات كبيره جدا على مستر كاروش، يمكن في البدايات، البدايه كانت في صدمه باستبعاد شريف واستبعاد قفشه، ودول كانوا افضل اتنين لعيبه في الدوري المصري كله. كل الناس قالت لك وجهه نظر مستر كيروش وننتظر شويه، هو عنده وجهه نظر مختلفه وكل الكلام ده، فالناس مشيت عشان تساند وتدعم. لان ده مدرب منتخب مصر وده اسمه مصر. بعد كده لعبنا ماتشات ليبيا والكلام ده كله، لكن اكتشفنا بعد كده ان في شويه افتكاسات او عمليه اللعب في التشكيل. اللعب في التشكيل يعني ايه؟ يعني عمليه التوظيف في المراكز ومفيش ثبات في التشكيل، وفي حاجات غريبه حتى كمان في التبديلات والحاجات دي كلها بقت تاثر على الاداء والشكل. الناس غضبانه، الشارع الكروي او الشارع الرياضي نفسه والجماهير المصريه بتفهم، يعني لو بنتكلم على 100 مليون كلهم بيفهموا، لكن فعلا الناس واعيه جدا، فشايفه ان في حاجات بتحصل غلط في الملعب، في الاداره الفنيه نفسها، سواء من المدير الفني والاسم الكبير ده كله والسي في الكبير ده قوي، وشايفين ان في حاجات في الملعب ممكن اي مدرب درجه ثانيه ممكن يعمل تشكيله لمنتخب مصر بشكل جيد جدا. شفنا كمان حصلت طامه كبرى جدا من البطوله العربيه. كاس العالم. البطوله العربيه اتفاجئنا باسماء بتلعب وبتشارك. في نقطه مهمه جدا عايز بس بسرعه اتكلم فيها، ليه؟ كنا زمان في فتره لما كان اسمنا بيتحط في القايمه بتاعت منتخب مصر في الاختيارات كان ده بالنسبه لنا بيبقى انجاز، بتبقى فرحه ما بعدها فرحه. دلوقتي اي حد ممكن يجي يلعب اساسي في منتخب مصر، ودي حاجه مش صح، ودي حصلت في البطوله العربيه. لكن في ناس تالقت في البطوله العربيه بشكل كبير جدا ما شفناهاش موجوده في البطوله الافريقيه. زي مثلا واحد زي احمد رفعت. احمد رفعت في كل الماتشات اللي لعبها تالق بشكل كبير جدا، ونشوفه بعد المباراه التاليه على طول مش موجود في المباريات. مصطفى فتحي برضه اتقال عليه انه لاعب محلي وكل الكلام ده، لكن مصطفى فتحي احد الحلول الهجوميه. رمضان صبحي لما كنت بتحط رمضان صبحي في وقت من الاوقات في منتخب مصر وتحط عليه فرقه، يعني في مجموعه لعيبه مهمه جدا جدا. على فكره محمد شريف هداف الدوري المصري ومن افضل المهاجمين اللي موجودين، لان شريف ده بره وبعد كده بيتاخد في القايمه. حاجات كثيره قوي في الاختيارات. عارف يا كابتن عصام، يعني اتقال انه من الايجابيات بتاعت كيروش انه جاب لعيبه زي ما بيقول كده، حضرتك بتقول من شويه كان يبقى ده فخر وحلم ونجاح وانجاز ان احنا نحط اسامينا في المنتخب. بس هو ما بقاش بيبص بس على اهلي وزمالك، ان هو وسع الدايره شويه، جاب ناس واثبتوا نفسهم وادالهم الفرصه، فدي اتقال ان هي حاجه ايجابيه، ميزه بالنسبه له.